مزامير التوبة تحدثنا عن توبة المؤمن لله. ينبغي على المؤمن أن يبتعد ويخشى ويتجنب الخطية، لكن ما الذي يحدث إذا وقع المؤمن في خطية ليست هي النهاية؟ فإن الرب يقبل التوبة. وما أجمل أن نجد رجال الله عندما أخطأوا إلى الرب عادوا إليه فورا وسريعا بالتوبة. وما أجمل أن تكون التوبة صادقة، لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة. لإمام المغنين مزمور لداود عندما جاء إليه ناثان النبي بعدما دخل إلى بث شبع. ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معاصي. اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي طهرني، لأني عارف بمعاصي وخطيتي أمامي دائما. إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. ها أنا ذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. العدد اللي اتقرت علينا من مزمور 51 وهو المزمور الرابع من مزامير التوبة. سبق ان احنا اتكلمنا عن ثلاث مزامير من مزامير التوبة، هي مزمور 6، مزمور 32، مزمور 38، والمزمور 51 هو المزمور الرابع من مزامير التوبة. هذا المزمور بحسب ما نفهم من عنوانه يرتبط بحادثة نقرأ عنها في سفر صموئيل الثاني الصح 12، بعدما داود ارتكب خطيتين من أبشع الخطايا وكسر بحسب ناموس الله الوصية السادسة والوصية السابعة. فيقول الناموس لا تزني ولا تقتل. داود زنى مع بثشبع امرأة أوريا الحثي، ثم دبر لقتل أوريا الحثي، فارتكب خطيتين من الخطايا البشعة. جالوا ناثان النبي في صموئيل الثاني 12 واجهوا بهذا القول الواضح: أنت هو الرجل. عندما واجه ناثان النبي داود، شعر داود قد إيه بفداحة الجرم وثقل الإسم، علشان كده اتجه إلى الله في هذا المزمور طالبا المغفرة والصفح. فابتدأ الأعداد اللي اتقرت علينا من عدد 1 وقال له: ارحمني يا الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك أمحو معاصي. في الحقيقة اللي عمله داود كبير قوي، أن يزني ويقتل كبير، بس يبقى دائما هناك شيء أكبر بكثير جدا من خطايانا، هي رحمة الله حسب رحمتك. عشان كده مثلا لما نقرأ في سفر الخروج الصح 34 عن الرب وهو يقول هذه الكلمات المشجعة لكل شخص أثيم خاطئ: الرب إله رحيم، في عدد 6 من خروج 34، الرب إله رحيم ورؤوف بطيء الغضب وكثير الإحسان والوفاء. وبعدين بقى يقول بقى الكلام الجميل جدا: غافر الإثم والمعصية والخطيئة. فبناء على رحمة الله داود طلب من الرب الصفح والمغفرة. بيلفت نظري حرص الروح القدس أنه يسجل أخطاء رجال أفاضل قديسين أنبياء، يعني يسجل الأخطاء لكلهم تقريبا. أتعلم من كده بعض الأمور المهمة، أتعلم من كده أن الكل خطاة، كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد إلى طريقه، لكن الرب وضع علي على المسيح اسم جميعنا. الحاجة دي بتؤكد أن كان في احتياج شديد لمجيء الرب يسوع المسيح اللي ليس بأحد غيره الخلاص. الاحتياج مش إلى ذبائح دموية، لكن إلى دم كريم كما من حمل بالعيب ولا دنس. كمان بيعلمنا أن يشجعنا أن مهما كانت خطيتنا فما في نعمة الله، ما حدش يستكتر خطيته على نعمة الله. نعمة الله غفرت وسوت أبشع الخطايا، فما حدش يستكتر خطيته على نعمة الله. كمان بتعلم منها حاجة، وحي الكتاب المقدس. لو أي كتاب بيكتب واليهود بيكتبوا، أعتقد أنهم كانوا هيتعمدوا أنهم يشطبوا أو ما يسجلوش الخطايا، وخاصة لناس اليهود ناس تمثل اليهود قيمة غير عادية. إبراهيم مثلا
داود بصفة خاصة، لكن لو الكتاب ده كتبه بشر أعتقد أنهم ما كانوش هيسجلوا الموضوع ده، لكن لأن ده كتاب الله وكل الكتاب هو موحى به من الله، اللي يؤكد صحة الكتاب المقدس أن بتتسجل أخطاء بعض الأنبياء. عنوان المزمور يحمل كثير من الدروس، واحد فيهم أنه فضلت القصة مكتوبة على داود، أنه دخل إلى بشبع، القصة المرعبة بالنسبة له، بس هو في غفران حقيقي حصل ليه، هنا هو تاب ورجع وفي غفران ليه، لكن تبقى ذكرى القصة ديت. افتكر واحد من خدام الرب حب يعلم الدرس دوت لواحد من أولاده، فقال له، فجاب له خشبة وقال له خد دق المسمار ده، دق المسمار في مكانه، خد دق المسمار التاني، دق مسمار تاني، وبعدين جاب له كماشة قال له شيل المسمار، شاله، شيل المسمار التاني، شاله، قال له بص انت ما عملت الخطية زي المسمار والكماشة بالغفران، بس بص الخشبة فضلت في مكانها سكارز كده، نقط كتيرة جدا بتقول ان انت عملت كده. فالعنوان بيفكرني اني ما استسهلش الخطية، انه رغم ان الله بيغفر فعلا وهو بيغفر، لكن ما يزرعه الانسان يحصد ايضا. يعني اذا نتعلم ان كل البشر اخطأوا، ما فيش حد ما اخطأش، وحتى رجال الله الافاضل، وعرفنا ان فيه غفران وده أمر رائع، وطوبى للذي غفر إثمه سترت، لكن عايز أقول كيف يتم الغفران؟ يعني آدم أخطأ لكنه أراد أن يبرر غلطه بأنه يلقيها على الغلطة على حواء، قايين أخطأ لكنه أنكر الخطية من أساسه، قال له لا أعلم، أحارس أنا لأخي؟ داود أخطأ واعترف بالخطية. وفي الحقيقة مفيش حاجة تجيب لنا الغفران إلا الاعتراف الصريح والكامل بالخطية، ولم يستسهل خطيته زي شاول. يعني شاول عمل خطية بس يعني إيه الحكاية، الشعب عفى عن خيار الغنم، فيش ما تكبرش المسائل. فنبص نلاقي بيقول إيه داود في الآية الأولى، ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثرة رأفتك. ليه عايز كثرة رأفتك؟ لأن خطايا كبيرة، وبعدين اغسلني كثيرا من إثم. طب عايز يغسلك كتير ليه؟ لأن خطيتي وحشة ورديئة. أعتقد هو ده التوجه الصحيح، عندما نخطئ ما حاولش أبرر غلطي، ما حاولش أستسهل غلطي. داود كمان بيعلمنا درس أبشع من اللي علمه لنا آدم وقايين في البداية، عندما أراد أن يغطي الخطية فارتكب خطية أفظع. بيفكرني باللي بيحصل أحياناً من الأمنة المخازن الغير أمنة، يسرق بألف جنيه ولما يجي معاد الجرد يحاول يصلح الأمور فيقوم حارق المخزن بمليون جنيه. فداود عمل كده، عمل خطية وحب يعالجها بالحسنة، ما تعالجتش، طب نعمل بقى، نضطر نستعمل أسلوب مش كويس. ودرس تاني يا أخي يوسف بتعلمه من القصة ديت، من اللي عمله داود، إحنا بنعمله برضو. لما الرب بعت له نسان النبي يحكي له حكاية الراجل اللي خد نعجة جاره الغلبان الفقير ودبحها، سخن، يقتل هذا الرجل، الرجل ده في مملكته يقتل. أولا طبعا هو طبعا بالغ مبالغة رهيبة، لأنه الناموس بيقول أنه يرد الخمس، يعني في نص في الناموس أنت ما تلتزم بيه. لما بنلاقي روحنا بنبص لغلطات الآخرين وندنها ونبقى فرسان قدامها، حزن فارس قدامها، لازم أقلق من نفسي. ما فاقش غير لما قال له الراجل دوت أنت هو الرجل، أنت هو الرجل. العجيب أن داود أخطأ في حق بالشبع وأجرم في حق أوريا الحسي، لكن الجميل أنه في عدد 4 يقول للرب إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت. قبل أن تكون الخطية هي إساءة للآخر، هي في الأول تعدي على الله. عشان كده مثلا نقرأ في تكوين أصحاح 20، عندما كان أبي مالك سيتضجع مع امرأة رجل آخر، الرب قال له مسكتك مش أن تخطئ إلى إبراهيم لكن أن تخطئ إلي. والأمر ده فهمه يوسف في تكوين أصحاح 39، مش لو كان ارتكب الغلط، هو كان عارف أنه مش بس هيخطئ إلى سيده فوتيفار لكن كان يخطئ إلى الرب، فقال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. من ضمن مشاعر التوبة اللي كانت بتملأ قلب داود أنه بيصف الخطية اللي عملها بأوصاف بشعة، ما بيخففش منها ولا بيلتمس لنفسه المعذير،
ولا بيعلي اللي حصل، لكن هو بيوصفها بأنها معصية، أمحه معصية، بيوصفها أنها اسم، اغسلني كثيرا من اسمي، بيعترف أنها خطية، وبيعترف أنها شر، والشر قدام عينيك صنعت، وكمان بيطلب أن هو يتطهر ويتغسل، فكأنه بيعترف أن الخطية سببت له نجاسة وسببت له قذارة. فبيوصفها بأوصاف تخلينا عندنا انطباع قد ايه هي كانت بشعة قدام عينيه لما الروح القدس بك ضميره. في القصة الأصلية بيقول لما نثان قال له أنت هو الرجل، قال له أخطأت، فرد عليه نثان على طول قال له الرب قد نقل عنك خطيئتك لا تموت. أنا بحس إن المزمور دوت هو ترجمة كلمة أخطأت في قلب داود، إن كان الاعتراف قدام نبي الله هو أخطأت، لكن بالتفصيل قدام الرب يقول الكلام ده كله، عايز يقول أخطأت زي ما كان بيقول الأخفاز دلوقتي بالتفصيل، قالوا قدام أنا شايفها كده وكده وكده وكده، لف وقف صف الله ضد الخطية وشاور عليها، قال له أنت اللي هتقوله عن الخطية دي اللي أنا عملتها صح. يعني بنقرأ هنا عن خطية داود، لكن أيضا نقرأ عن توبة داود، ودي المهمة في الحقيقة. يعني الخطية كلنا نشترك معه في الخطية، لكن ليس كل من يخطئ يعرف يتوب كما تاب داود. وعاوز ألقي الضوء على الآية 5 لأنها مهمة. هأنذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. اللاهوت الليبرالي اللي انتشر في هذه الأيام ما يحبش الآية دي، إنه لا يريد أن يتكلم عن الخطية في الإنسان لكن عن صورة الله في الإنسان. عاوز يمجد ويمدح ويعظم ويفخم في الإنسان، أنا مش عارف على إيه. الإنسان في الحقيقة فاسد، الجميع زاغوا وفسدوا، مش بس المجرمين وبتوع بيوت الدعارة والقتلة، لكن الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. وهنا داود بيقول أنا بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي، مولود خاطي. أنا مش لأني بعمل خطية بقيت خاطي، لكن لأني أنا مولود خاطي لذلك أنا أفعل الخطية. الحقيقة بيفسروها يا أخي يوسف تفسير سخيف شرير، يعني ما بين أن بعض بيقول لك أنه أصل هي العلاقة الزوجية مش علاقة كويسة، دي فيها خطية. طبعا كتاب يعلمنا أن ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس، فدي فكرة مش موجودة. لكن في فكرة أكثر شرا، يعني يقول لك أصل داود غالبا كان ابن علاقة مش شرعية مش سليمة. أولا السياق هنا هو ملوش أي علاقة بداود جاي منين، ده بيتكلم عن حاجة هو عملها، فبيقول لك النبع موجود جوايا. ثم أنه داود في يوم من الأيام قال للرب أنا ابن أمتك، يعني يقول له يقول على أمه أمتك، أمت الرب، يعني عبدة ست تقية محترمة، ما نقدرش ننسب ليها هذا. فمش عشان ألوي دراع الآية دي طرق، أحد طرق لي الآيات عشان أنا أطوحها زي ما أنا عايز. عايز أهرب من فساد الإنسان، هتهرب منه فين؟ طب أنت لو هربت منه من مزمور 51 هتروح فين في كل اللي بعد كده هو واللي قبل كده هو بداية من تكوين. وهؤلاء الأردياء لو كان داود ابن زنا فهو ليس ابن يسى، ويبقى آيات كتيرة لازم نشيلها، والمسيح ما هواش ابن يسى برضه. فطبعا دول ناس أشرار، عشان يلغم وراثة الخطية، مولود الإنسان مولود بالخطية، هيلبسونا مليون مصيبة في الكتاب المقدس. لكن لا، هم أشرار، الإنسان مولود بالخطية وداود هو ابن يسى. لما نقرأ قصة نثان مع داود نشوف أن نثان قال له الرب نقل عنك خطياتك مش هتموت، لكن التأديب هيقع. خطية الكبير كبيرة، والتأديب اللي يقع على شخص كبير أخطأ لازم عشان الأجيال كلها تتعلم من الخطية، وإحنا نفكر ألف مليون مرة قبل ما نغلط في الغلطة دي. فنقرأ أن نثان قال له أنك أنت لا يفارق السيف بيتك، وأنت اللي فعلته في السر هيتعمل في العلن، وأربعة من أولادك هيموتوا هتعوض. لكن هنا داود بالرغم من فداحة العقاب والتأديب اللي وقع عليه، لكن هو يبرر الله في كل ما يصنع، يقول له لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضاءك، يعني يبرر الله في كل حاجة بيعملها في حياته. مغفرة الخطايا. مغفرة الخطايا هي المطلب الحثيث لكل مخلص على مر العصور من مختلف الثقافات وفي شتى البقاع، إذ أن الخطية ذنب يؤرق الضمير الذي ما زال صاحياً
فيبحث عن غفران لها بشتى الطرق. طلبها موسى، وكانت الطلبة الأساسية لسليمان يوم تدشين الهيكل، وتضمنتها صلاة دانيال من أجل شعبه وغيرهم الكثير. وكان من المؤكد عند كل الأتقياء أن الله وحده هو مصدرها، لنسمع الشعب يرنم في ترنيمة المصاعد: إن كنت تراقب الآثام يا رب يا سيد فمن يقف، لأن عندك المغفرة لكي يخاف منك. لذلك عثر اليهود في الرب يسوع قائلين: من هذا الذي يتكلم بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ في حادثة شفاء المفلوج في إنجيل لوقا الأصحاح الخامس: لأنه قال له: مغفورة لك خطاياك. وقتها أجابهم: أيما أيسر، أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي؟ لم يكلفه أن يشفيه إلا كلمة، لكن غفران الخطايا كان يستلزم أن يقول: دمي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا، إذ بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. وإذ مات المسيح دافعاً أجرة الخطية بدمه غفران الخطايا، فأصبح هناك إمكانية لغفران الخطايا على أساس عادل، إذ أخذ العدل حقه وعملت الرحمة على أساسه، مقدمة المسيح الذي له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا، داعية ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. وكل من يتمتع بهذا الغفران له أن يترنم: من هو إله مثلك، غافر الإثم وصافح عن الذنب، لا يحفظ إلى الأبد غضبه، فإنه يسر بالرأفة، يعود يرحمنا، يدوس آثامنا، وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم. ها قد سررت بالحق في الباطن، ففي السريرة تعرفني حكمة. طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. أسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها. أستر وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي. قلبا نقيا أخلق في يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. في الآيات اللي سمعناها داود بيواصل طلبه من الرب أنه يتعامل معاه بالرحمة وبالرأفة، وينهي مشكلته ويطهره من كل اسم. ففي الآيات دي بيطلب من الرب بعض الحاجات. أول حاجة بيطلب أن الحق في الباطن، يعني ما يبقاش الموضوع يعني تجميل من الخارج ونقطة وهبتدي من أول وجديد ومش هعمل حاجة تانية، لكنه كأنه بيطلب أن الحق يتغلغل في كيانه، يبقى ساكن فيه، والحق هو أن يتحط كل شيء في نصابه. أعرف تقديري يبقى مظبوط لله، تقديري للخطية وبشاعة الخطية، تقديري لحياة القداسة، تقديري لكل شيء، الحق يبقى ساكن جوه، ما يبقاش مجرد ادعاء شكلي من الخارج. لكن كمان بيطلب ان الرب يعرفه الحكمة، والحكمة السماوية الصحيحة هي ان احنا كيف نطبق المعرفة اللي بتوصل لنا على المواقف التي نواجهها. انا بعرف ان الشر، ان الخطية مش كويسة، وان النجاسة ربنا بيكرهها، لكن ده المعرفة دي ممكن تبقى في عقلي بس، لكن في المواقف التي تواجهني ممكن ما تصرفش بحكمة. لكن فداود المرة اللي لما أخطأ ما تصرفش بحكمة، هو يعرف إن لا تزني ويعرف لا تقتل، لم يكن حكيما في تصرفاته. يوسف كان حكيم، بالرغم إن معرفة يوسف عن بشاعة الخطايا الأدبية أقل من معرفة
داود، لكن فهنا داود بيطلب أنه المعرفة اللي وصلته يتصرف بيها بحكمة ويطبقها في مواقفه. كمان بيطلب أن القداسة العملية، فبيقول كده وروحك القدوس لا تنزعه مني. هو طبعا كل مؤمن شرعا قديس في المسيح، لكن هنا القداسة العملية أن يبقى في توافق ما بين الحالة العملية وما بين المقام للقديس، وخاصة المؤمن المسيحي اللي صار قديسا في المسيح. طهرني بالزوفة فأطهر. نعرف أن الزوفة نبات بسيط عشبي، نقرأ عنه في أكثر من مناسبة في العهد القديم، يعني عندما يرش دم خروف الفصح في خروج 12 تستخدم الزوفة، في شريعة تطهير الأبرص في لويين أصح 14 برضو بنقرأ عن نبات الزوفة اللي يغمس في دم العصفور الذي ذبح، لكن كمان في رش ماء التطهير على المتنجس لميت في سفر العدد أصح 19 نقرأ أيضا عن الزوفة. الزوفة أقدر أقول تتكلم عن الإنسان الذي يأتي بتوبة حقيقية لله، منكسر متضع، فهذا الإنسان هو الذي ينال التطهير وينال المغفرة. لماذا اعتبرت ذلك كذلك؟ لأن الزوفة نبات ضعيف ويجي في مفارقة مع الأرز، لأنه يقول في ملوك الأول 4 أن سليمان تكلم باعتباره عالم نباتات، بيكلم من أول الأرز لغاية الزوفة، من أعظم الأشجار إلى أدنى النباتات. من ضمن الحاجات اللي بيطلبها كمان داود في عدد 10 بيطلب قلبا نقيا، والقلب هو منه مخارج الحياة، طوبى للأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. القلب هو اللي بتطلع منه كل الرجسات وكل النجسات، النبع اللي بتطلع منه كل الشرور، فهو بيطلب ان الرب يديله قلب نقي، كل اللي يطلع من قلبه يبقى نقي مظبوط. سليمان دانيال جعل في قلبه ألا يتنجس بأطيب الملك، فهو بيطلب ان الرب يبقى النبع اللي بتطلع منه كل تصرفاته يبقى نبع نقي. جميل كمان التعبير اغسلني فأبيضه أكثر من السلج. طب ما تغسل روحك، لو تقدر تغسل روحك حاول. أيوب يقول لنا في سفر أيوب أصحاح 9 آيات جميلة في عدد 30 لما بيقول ولو اغتسلت في الثلج ونظفت يدي بالأشنان فإنك في النقع تغمسني حتى تكرهني ثيابي. لكن مين اللي يغسل بقى؟ الرب. والنتيجة لما الرب يغسل أبيضه أكثر من السلج. هلما نتحاجج يقول الرب إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف. ده مش بس اغسلني، ده كل الأفعال اللي يقولها في الجزء ده والداود منسيبها لله. تعرفني، طهرني، اغسلني، اسمعني، استر، امحو، كأنه عايز يقول أنا ما أعرفش إن أنا أخربها، لكن عشان تتصلح التصليح كله في إيدك أنت. ما هو ده مزمور 119 آخر آية، ضللت كشاة ضالة، وبعدين يقول له أطلب عبدك. طب ما ترجع. أعرف أضل لكن ما أعرفش أرجع. أحب أعمل مقارنة ما بين مزمور 49 و50 51، لأن 49 كتبوا بني قرح، 50 كتبوا أساف، 51 كتبوا داود، اللي هم الثلاثة اللي كتبوا معظم المزامير. لكن في علاقة بين 49، الغنى ما ينفعش والمال ما ينفعش ومحدش هينفعك. 50 الممارسات الدينية، ده احنا شطار قوي في الممارسات الدينية، ربنا مش عايزها. أمال ربنا بيصر بإيه؟ إذا كانت الفلوس ما تنفعش والممارسات الدينية ما تنفعش، أمال إيه اللي ينفع؟ اللي ينفع ها قد سررت بالحق في الباطن. يبقى الرب عايز الحقيقة، مش مجرد فلوس عندك تدفعها وكأنك هتشتري وترشي ربنا بفلوسك، أو ممارسات دينية تمارسها لا تمثل بالنسبة لك أي شيء، مجرد رية وكبرية، لكن الرب عايز الحق في الباطن. والحاجتين اللي حضرتك ذكرتهم في الأول دول أهم حاجتين بالنسبة لليهودي. الواحد يهودي هو شايف أن هو ممارساته الدينية ده اللي بنشوفه في الفريسيين أيام الرب، أو الغنى. حتى التلاميذ قالوا له إذا ما كانش الأغنياء يخلصوا أمال مين هيخلص؟ فكانوا شايفين الحاجتين دول أهم حاجتين، لكن زي ما حضرتك ربطت لهم إن كده عايز يقول في الآخر لا، هو ده الحاجة الوحيدة اللي يقبلها الله. مقبول إن داود في تدبير الناموس يقول روحك القدوس لا تنزعه مني، لكن إحنا مؤمنين العهد الجديد ما ينفعش نقول كده، لأن روح القدس
ساكن فينا ويدوم معنا، إذ آمنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. بس إحنا من جانبنا بقى لنا تحريض تاني مهم، لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. عدد 10 بيقول لنا حاجة مهمة في التوبة. التوبة مش مجرد ارفع الخطية عني ولا مش عايز عقوبتها، لكن التوبة لا، أنا عايز أرجع للمكان الصح اللي أنت عايزني فيه، قلبا نقيا أخلق فيه. مش كل همي إن بس إن أثام خطيات تتشال، ده مهم جدا عشان ضميري يرتاح وأقدر أعيش مع الرب صح، ولكن مهم الأهم عندي كمان إن بعد ما هرجع والأثام تتشال القلب يبقى مستقيم، ودي ما يعملهاش برضو غير الرب. في الحياة المسيحية هي التي تركز تماما على القلب، وكتاب المقدس من أوله لآخره بيتكلم عن القلب، من أول تكوين 6: رأى الله أن كل تصور أفكار قلب الإنسان إنما هو شرير كل يوم. والمسيح ركز على ده، قال مش تغسلوا اللي من بره لكن القلب، لأنه من داخل من قلوب الناس. وإرميا قال كده: القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس. مهم جدا الداخل، المتدين لا يعنيه الداخل أبدا، يعنيه أنه من بره يلبس هدوم نظيفة وجوه محدش شايف جوه، لا الله شايف جوه. وزي ما قال الرب لصموئيل: الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فإنه ينظر إلى القلب. بيلفت نظري كلمة قلبا نقيا اخلق فيا، كأنها عملية مش تحسين للقلب القديم أو تجميل أو غسل أو أي حاجة، لكن دي كأنها عملية خلق جديدة تماما. بتفكرني بإن كان أحد في المسيح فمش فهو فها خليقة جديدة، يعني كيان جديد خالص، الله الخالق كأنه بيخلق كيان جديد خالص، مش تحسين للطبيعة القديمة. عدد 8 جميل جدا، بيقول: أسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها. اللي سحق العظام هو الرب، والوحيد اللي يقدر يسمع السرور والفرح هو الرب. وعشان كده الواحد لو واقع تحت إيد ربنا مفيش علاج غير إني أرجع لربنا، أي علاج آخر هو علاج عاجز وقاصر. رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعضدني، فأعلم الأثمة طرقك والخطاة إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيسبح لساني برك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، لأنك لا تصر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى. ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. أحسن برضاك إلى صهيون ابني أسوار أورشليم، حينئذ تصر بذبائح البر محرقة وتقدمة تامة، حينئذ يصعدون على مذبحك عجولا. المزمور مزمور توبة، وكنا بنشوف الأعداد 5 الأولانيين الاعتراف بيعترف بحقيقته ووضعه تام قدام الله، وبنشوف بعد كده في الأعداد من 6 ل 11 الطلبة اللي بيطلبها طلب الغفران، والأساس اللي بيتحط عليه اللي هو الرب نفسه هو اللي هيشتغل. من أول هنا بنبتدي نشوف نتائج جميلة للتوبة. واحدة فيهم بيقول كده: هو رد لي بهجة خلاصك. أنا أعتقد لحد النهاردة لازم نحطها قدامنا، لما تلاقي بهجة خلاصك ضاعت منك اعرف إن في حاجة واقفة في السكة من بينك وبين الرب، واطلب منه رد لي بهجة خلاصك. يعني يقول له: وبروح المنتدب أعضدني، غير الأتيتيود بتاعي، أبقى راغب في إني أعمل، مش بعمل عشان يعني مش بعمل عشان أكتسب رضاك، لكن لأني بحبك. روح المنتدبة روح راغبة، ويلينج، عندها رغبة إن هي تعمل كده. هو أعلم الأسماء طرقك والخطاة إليك يرجعون. أنت مش لسه عامل غلطة؟ لا، ما هو لما 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 الرب بيغفر ولما الرب بيصلح الحالة جوه الواحد، الموضوع بيرجع 180 درجة لمكانه السليم. أنا كنت بعدت وفلتت من الرب، لكن هرجع للمكان الصح وأتكلم عنه. في مزمور 34 كان عامل غلطة كبيرة جدا عند أخيش ملك جت، لكن خرج من هناك بعد توبته يرنم مزمور 34
كل كلامه روعة، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى الإنسان المتكل عليه. الكلام ده يحصل إزاي؟ يحصل لما يكون عمل الرب كامل، لما يكون عمل الرب اللي هو الكامل. وبعد كده يقول له فيسبح لساني برك، افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك، أرنم والترنيمات ترجع للحياة تاني، أحسن برضاك إلى صهيون، اهتم بأمور الله ونظرته للأمور. بس عايز أقول حتة جميلة جدا، لما يقول له افتح فمي بتسبيحك يرجع يقول له لأنك لا تصر بالذبيحة ولا تقدم. أمال إيه؟ قال له عايز التسبيح الحقيقي يا رب، علمني أن ذبائح الله هي روح منكسرة، الروح القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقر. جميل لما قال له، مش قال له رد لي خلاصك، لكن رد لي بهجة خلاصك. المؤمن عندما يخطئ لا يفقد خلاصه ولا يفقد مركزه كابن لله، لكن يفقد أفراح الخلاص. علشان كده بنشوف كتير فعلا لما الواحد بيبقى عايش في خطية بتحس إن مفيش تعزيات ولا بركة، ولا زي ما قال داود في مزمور آخر تحولت رطوبة إلى يبوس للقيس، لكن بمجرد التوبة تعود من جديد الأفراح ويعود من جديد الانتعاش. ده قد تضيع الأفراح وقد تضيع الحياة على الأرض، يقول كده نؤدب من الرب كي لا ندب. ويوصل الأمر في التأديب كثيرون يرقدون، لأنه لو كنا حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. يبقى أكيد اللي ماتوا تحت التأديب دول راحوا جهنم. يقول لا، نؤدب من الرب لكي لا ندان مع العالم. وبولس يقول يسلم للشيطان لهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب، يعني الخلاص. وده مهم، خلينا نؤكد على المشاهد العزيز أن الخلاص عطية من الله، والله مش هيدينا عطية وبعد أسبوعين ثلاثة يقول لي لا ده اتضح أن أنت ما تستحقهاش، أنا رجعت في كلامي. حاشا الله لا يرجع في كلامه. مع الأخذ في الاعتبار أن الكلام ده بنقوله المؤمن حقيقي، دلائل الإيمان بين فيه. يعني ما أقدرش أقول الكلام ده عن شاول الملك اللي قبل داود، ما فيش أي دلائل تقول الكلام داود. لكن واحد بيحب البر بيحب صف الله واقف في صف الله وزل، ده مصيره الأبدي مضمون عند الله. بشوف الآيات دي نتائج رد الشركة. لما المؤمن تبقى مقطوع الشركة تتوقف حياة التسبيح والخدمة والأفراح، لكن مجرد ما ترد الشركة نقرأ إن عن الفرح اسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها. لكن كمان من إن الفم يتفتح ويبتدي المؤمن يخبر بكم صنع به الرب وارحمه، فيقول فأعلم الأسمة طرقك والخطاة إليك يرجعوا. كمان التسبيح والتهليل والفرح، يقول يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك. واحد علق على الكلام ده وقال كيمياء المحبة الإلهية معجونة بالتوبة والاعتراف القلبي تنتج تسبيح لله وتنشئ أيضا تعليم للآخرين. عندما يتضع الإنسان ويرمي بثقله وبحمله على نعمة الله المطلقة. بعد 16، لأنك لا تسر بذبيحة وإلا فكنت أقدمها بمحرقة لا ترضى. لأن ببساطة الذبائح كانت تقدم عن خطايا السهو مش خطايا عمد، وواضح من صمويل الثاني 11 و12 أن دي خطايا عمد فيها ترتيب وتخطيط، فما ينفعش فيها الذبائح، لكن ينفع فيها فقط رحمة الله وغفرانه. عدد 17 اللي بيتكلم عن الروح المنكسرة بشوفه في المثل اللي حكاها الرب عن الفريسي والعشار. اتنين، واحد الفرق ما بينهم الحقيقة بالنسبة للرب مش في ان ده ايه وده ايه، لكن ده بيتعامل معاه ازاي وده بيتعامل معاه ازاي. واحد روحه مرتفعة جدا بيتكلم عن امتيازاته هو. الحقيقة قال واحد مش كان المفروض ما يقولش لله اللهم اشكرك، كان يقول اللهم اشكرني، لأن هو اللي قال بيقوله بعد كده أفضل لنفسه، ده خرج غير مبرر. لكن التاني بقلب منكسر قدم طلباته فخرج مبررا. طب الكلام ده بالنسبة للخاطئ عشان يخلص بس؟ لا، وحتى المؤمن هو بيقدم طلبته. يعني يقول كده هو في أشعياء 66 وإلى هذا أنظر إلى المسكين. قبلها يقول أنا فين الموضع اللي تبنه لي، ما عنديش موضع يهمني أنا، إلى هذا أنظر إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. باعتبار هذا المزمور جزء من الكلمة النبوية فهو ليه تطبيق نبوي، وده اللي بنشوفه في آخر آيتين من عدد 18 و19 لما بيتكلم عن صهيون وأسوار أورشليم. حينئذ تصر بذبائح البر يصعدون على مذ... إيه اللي داخل صهيون في الموضوع ده؟ لأن ستكتشف البقية التقية في المستقبل بعد اختطاف الكنيسة
أنهم وقعوا في ذات الخطيتين البشعتين اللي وقع فيهم داود بل وأفظع، لأنهم مش قتلوا أورية لكن قتلوا الرب يسوع المسيح، ومش زنوا مع امرأة أورية لكن بكل أسف زنوا مع النبي الكذاب عندما جاء الآخر باسم نفسه يقول لنا في إشاعة 57 تذهبين أو تصعدين إلى الملك بالدهن. يعني الأمور اللي مش مفروض تعطى إلا للمسيح هيدوها للنبي الكذاب. زنت الأمة بأكملها وقتلت، لكن البقية التقية ستعترف وتعرف أن طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطياته، واللي اختبروا داود هنا هيبقى ليه مردود على كل الأمة في المستقبل بعد اختطاف الكنيسة. وزي ما حضرتك أشرت أخي يوسف، زي ما داود بعد ما الرب غفر خطيته ترنم وفرح، برضو الراجعين بالتوبة من إسرائيل هتكون هي الأمة المترنمة، وكمان هيقدموا لله في الهيكل الألفي ذبائح على اعتبار أنها تكون ذبائح تذكارية للعمل الذي تم قبل كده. لو بصينا على الآية 14، نجني من الدماء يا الله. والسؤال إيه الدماء دي؟ في الحقيقة احنا معتادين نقول إنه زنى وقتل، قتل مين؟ قتل أورية. والحقيقة مش كده، لأنه ما قتلش أورية لوحده، لأنه عمل خطة علشان يموت أورية. طبعا عشان يموت أورية هو راجل يعني مش ساذج، مش هقول لهم موتوا لي أورية وإلا الصغير والكبير سيعرف، لكن ارجعوا عنه في حطوه في الحرب الشديدة وبعدين ارجعوا عنه. طبعا في الوقت ده مات كثيرون، ولما جه واحد يخبره قال له مات كتار بس مات عبدك أورية، وقال له خلاص السيف يأكل هذا وذاك. ففي الحقيقة مسؤول داود مش عن دم أورية بس، لكن عن دماء، وهذا الأمر مش سهل. وهنا داود أحس بفداحة الجرم فقال نجني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيسبح لساني بالرب. كمان بشوف فيها أن نتيجة التأديب اللي استلزمته خطية داود كان انقلاب إبشالوم عليه، صحيح. وده جر إلى يعني حرب أهلية، مات في وعر أفرايم عدد كبير قوي، تمام. كل ده نتيجة الخطية دي، فعشان كده هو مشغول بشعبه وبيطلب أن الرب يرفع أثر خطيتهم اللي ليها نتائج قومية على الشعب كله. يعني نتعلم من هنا درس، ان من الصعب يعني تحسب نتائج خطية انت هتعملها. انا هعمل خطية انا معرفش نتائجها قد ايه، في نتائج منظورة مباشرة لكن في نتائج غير مباشرة وغير منظورة كثيرة جدا. خطية واحد تفسد خيرا جزيلا. لما الرب قال لحواء ما هذا الذي فعلتي، يعني مش ما كانش واخد باله انها اكلت من الشجرة، انت عارفة انت سببتي احزان للبشرية قد ايه، ما هذا الذي فعلتي. يدينا ربنا ان احنا نخشى من الخطية. اذا كان المساء مهيبا بقمره ونجومه فهكذا العهد القديم، وإذا كان الصباح جميلاً بشمسه ونوره فهكذا العهد الجديد. عزيزي المشاهد، ندعوك لمتابعة برنامج فاحصين الكتب ودراسة مستفيضة في أسفار العهد القديم.